كردستان الدعايات الانتخابية والحملات الانتخابية مشت بسلاسة بدون أي مشاكل. كما نعرف اليوم الصمت الانتخابي يعني كل الكتل السياسية والتحالفات يجب أن تصمت انتخابيا الدعايات الانتخابية في الساعة 12 بالليل، وتبقى المواطن فقط يعني اللي هي يعني حاليا جزء قليل من المواطنين ما ماخذين الكارتات البيومتري للتصويت. يعني المفوضية تطلب من المواطنين يعني يجون ياخذون الكارتات لان يعني اخر موعد هو اليوم. العمليه الانتخابيه ربما ستمضي في اقليم كردستان على اعتبار انه التنافس هو من يشجع نجاح العمليه الانتخابيه، والحضور في صندوق الاقتراع سيعطي نتائج ربما افضل من الصمت الذي يلتمسه المواطن في اقليم كردستان، وبالتالي هذا الصراع ربما قد يولد تدافع كبير. التي هي سيطره الحزب الواحد عليه، يعني الحزب الواحد المتحكم، فهي المشكله مال الاقليم. اذا لم تنتهي هذه المشكله سيستمر الاقليم على وضعه لا نهايه. في عشيه الصمت الانتخابي، من سيكون له نصيب الغداء في نتائج صناديق الاقتراع؟ انتخابات طال امدها تاجلت لعده مرات لاسباب سياسيه ومعرقلات فنيه، وآخرها بقرارات قضائية. شارع كردي يحاوطه الاستياء ولا يغادره الإحباط، أزمات بين أربيل وبغداد، وخلافات بين الأحزاب، والتسقيط على الأبواب، ولا حلول تذكر لمشاكل رواتب الموظفين وواردات النفط والمنافذ الحدودية. فهل سينعش الاستحقاق الدستوري الأجواء في إقليم كردستان؟ هل ستتغير المعادلات؟ هل ستفرض وجود القوائم والشخصيات الجديدة؟ أم أن الأمواج القديمة ستجرفها إلى خارج الاستحقاقات؟ في الجانب الآخر، منصة إلكترونية موحدة أطلقتها وفعلتها وزارة التخطيط لإدارة الإعلانات والمناقصات الحكومية، فهل ستنهي تدخلات الوساطة والرشاة في التعاملات؟ وهل ستعم على باقي الوزارات؟ أم أنها ستبقى في فلك وزارة واحدة فقط لأن الأمر لا يعجب السلطان؟ أهلا بكم في حصاد الأيام. ملفنا الأول راح يكون عن انتخابات أقليم كردستان عشية الصمت الانتخابي، ونتناقش بهذا الملف مع ضيوفنا الكرام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ جاسم العيساوي. حياك الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ أحمد الهركي. حياك الله. حياك الله ست فرح، تحية لحضرتك والضيف الكريم ومشاهدي قناتكم الكريم. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ جاسم، وأبدأ من التوترات. هنالك توترات كبيرة في الأحزاب السياسية، وهنالك ظروف قلقة وموترة في إقليم كردستان قبيل الانتخابات، كيف ستؤثر كل هذه المؤثرات على نتائج الانتخابات؟ نعم، بداية السلام عليكم وعلى جمهور قناتكم الكرام وعلى ضيفك الكريم عبر سكايب. سيدة فاضلة، لا يخفى على الجميع أن الانتخابات في كل برلمانات دول العالم هي انتخابات ذات صراع نفوذ وصراع تحدي وصراع إرادات وصراع مقاعد وصراع مكاسب، هذه في كل برلمانات الدولية. إلا أن إقليم كردستان ينافس الأحزاب الأخرى في الأقوال والأفعال وفي ما يؤديه لشعب إقليم كردستان من أعمار وخدمات وبناء، وما لمسه الشارع الكردستاني من هذه الخدمات ومن هذه المحصلة من الأمن والاستقرار والرفاهية لشعب إقليم كردستان. ويريد أن يكون هناك
جيش واحد وبرلمان واحد وقوة واحدة لإقليم كردستان كي يذهبوا إلى بغداد من أجل الخوض في المباحثات وفي مناقشة الملفات العالقة على مدار الدورات السابقة ومحو آثار القرارات التي صدرت ضد إقليم كردستان والتي كانت تحمل جنبة سياسية. يا قرارات التي تحمل جنبة سياسية، منها قرارات كثيرة في إقصاء إقليم، يعني إقصاء إقليم كردستان، منها نظام الكوتو اللي سحبت من إقليم كردستان 11 مقعد على مستوى الإقليم. من صادر هذه القرارات وليش تصفوها بأنها تقصي إقليم كردستان؟ هذه المقاعد كانت موجودة من حصة إقليم أول كردستان. أول شيء، هي من صادرة هذه القرارات؟ القرار الأول صدر من المحكمة الاتحادية، زين، والقرار الثاني صدر بإيقاف رواتب إقليم كردستان وحصر الرواتب إلا في بغداد. يعني عدة نقاط خلافية كانت عالقة مع إقليم كردستان، إلا أن بجهود السيد رئيس وزراء محمد شاع السوداني وبجهود نواب ومن جهود رؤساء كتل أرادوا لشعب إقليم كردستان أن يتمتع بالرفاهية حال شعب باقي المحافظات، وأعطوا متنفس لهذا الشعب من أجل استحقاقهم الانتخابي واستحقاقهم المالي والإداري. خلينا نحكي بصراحة، أنتم كحزب ديمقراطي أنتم اليوم متسيدين في إقليم كردستان، عندكم رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، طيب وأكثر عدد نواب في البرلمان. هي رئاسة إقليم، هي كافية، كلش كافية رئاسة إقليم، رئاسة حكومة. سؤال لحضرتك، وعندكم نواب ما عرفتوا تحلون المشاكل خلال كل هذه السنوات، خليتوها تتراكم ثم تتراكم ثم تتراكم. اليوم المواطن كاتل الضيم في إقليم كردستان، راتب ما عنده، ليش وصلت الأمور إلى هذه الحدود؟ الجواب بصراحة، لم يكن هناك توافق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على مدار السنوات المتعاقبة والدورات المتعاقبة على مدار هذه السنين منذ 2003 ولحد تولي مهام سيد محمد شاع السوداني رئاسة الحكومة العراقية، إلا أنه في ورقة الاتفاق السياسي التي عدت إبان تشكيل حكومة محمد شاع السوداني والنقاط التي وضعت في هذه الورقة حلت أغلبها، لا نقول جميعها، بفضل حنكة وسياسة ومشاعر الأبوية تجاه شعب إقليم كردستان من شخص رئيس وزراء. هذه جديدة. نعم. توافق بين أربيل وبين بغداد. شنو معنى التوافق؟ أكو حق وأكو حقوق. هو سلم المنافذ الحدودية، التزم بشركة سومو، سجل الموظفين وزيرة المالية أول البارحة في مجلس النواب تقول ما استلمناش. إذن المسألة أكبر من قضية توافق وأكبر من مشاعر أبوية، أكو حق وأكو حق. هنا نجي هي المشاعر تجي منين؟ تجي من الأب، عندما يكون الأب منصف مع أبنائه ومع معيته يكون هناك وئام وود وتنحل كافة الخلافات. زين، هذا إذا الأب كان جيد وينطي مشاعر جيدة، كم ابن عاصي لكل عائلة ربما يخرب على الأب ويخرب على العائلة. شعب إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان جادة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وفق الورقة الاتفاق التي عدت بعد تشكيل الحكومة. وعندما جلس رئيس الوزراء على الطاولة المستديرة وجمع الوفد الفني من حكومة إقليم كردستان والوفد الفني المتفاوض بناء على ديوان رقابة المالية الاتحادي وديوان رقابة المالية لإقليم كردستان ووزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان وزير المالية السيد طيب سامي وكل المختصين بالشأن المالي والإداري جلسوا على طاولة واحدة، ترأس الجلسة السيد رئيس الوزراء. لما كان في نية صادقة أنه يحل هذه النقاط 90% من النقاط الخلافية حلت في جلسة واحدة. ليش ما كانت النية صادقة منكم أنتم قبل الانتخابات؟ النية صادقة وكل مرة يجي وفد إلى بغداد ويعقد اتفاق ويتم الاتفاق ومن يرجع إلى إقليم كردستان كأنهم لم يكن هذا الاتفاق. أستاذ أحمد، أجد ترحيب بحضرتك. إقليم كردستان يشهد استياء شعبي بسبب عدم حسم ملف رواتب الموظفين لغاية الآن، ما تأثير هذه الأزمة الحقيقية والكبيرة على نسبة المشاركة في الانتخابات؟ سيد فرح، أزمة الرواتب ليست أزمة جديدة، هي مستمرة منذ 10 سنوات، يعني تحدثنا هي تعود إلى 2015 و16 وتطبيق الادخار الإجباري في السنوات التي سبقها. ولكن الناخب في إقليم كردستان يدرك أنه بضرورة المشاركة السياسية، والدليل
انه حتى في الازمات السياسيه تكون نسبه المشاركه في اقليم كردستان عاليه جدا. على سبيل المثال في انتخابات 2018 كانت 59.8، اي مقارب ل 60%. وايضا في مقارنه بالمحافظات العراقيه يعني في الانتخابات المشتركه يعني انتخابات البرلمان العراقي وايضا انتخابات مجالس المحافظات تكون نسبه المشاركه في الاقليم عاليه جدا. يعني هذا احدى المؤشرات. نعم الازمات تلقي بضراره، ولكن الناخب في اقليم كردستان مؤمن بالمشاركه السياسيه ويؤمن الطريق الى الحل هو بانتخاب واعاده تجديد شرعيه النظام السياسي في اقليم كردستان. يعني لابد المرحله المقبله متطلب ان تكون هناك عمليه اعاده مؤسسات وتصحيح مسار الحكم. طيب. وهذا الشعار الذي يتبناه والبرنامج الذي يتبناه الاتحاد الوطني الكردستاني، ولذلك نسبه المشاركه السياسيه نحن نحاول ان تكون يعني مقاربه لما 2018 وان شاء الله تتجاوز، لان نحن نؤمن بالمشاركه السياسيه. طيب. ودورها في تحقيق التحول الديمقراطي. استاذ احمد خلي احكي لك بصراحه، الناس في اقليم كردستان ملت من الاحزاب الحاكمه، تريد تجديد، يقول لك الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان لم يقدموا الشيء الجديد لاقليم كردستان، لم يستطيعوا ان يتحدوا ويجلسوا على طاوله حوار واحد حتى يجيبون حقوقنا من بغداد. احكي لك بمنتهى الصراحه وبتجرد. هذه نقطة يعني الخلافات داخل الأحزاب الكردية وخاصة والاتحاد والديمقراطية، هذه نقطة نعم أتفق معها، يعني أضعفت الموقف الكردي يعني حتى في التفاوض مع الأخوة في بغداد في الملفات ذات البعد الوطني أو المتعلقة بحقوق الشعب الكردي. ولكن لا تزال ست فرح يعني هنا بعيدا عن العاطفة أو الانتماء الحزبي، لا يزال لا يوجد بديل لأحزاب يعني خاصة الاتحاد ونقول الديمقراطية. يعني على سبيل المثال الاتحاد في فترات يعني ظهرت بعض العناصر يعني حدثت مشاكل انشقاقات ظهور أحزاب بديلة، لذلك الآن جماهير شعب كردستان تدرك يعني في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني أو في خارطة الأحزاب الكردية بأنه ليس هناك بديل للاتحاد الوطني الكردستاني سوى الاتحاد الوطني الكردستاني. الاتحاد الآن يقوم بعملية مصالحة جماهيره، هناك خطاب سياسي جديد، هناك قيادة موحدة جديدة برئاسة الرئيس الحزب السيد باب الجلال الطلباني، لذلك لا يوجد بديل. يعني لذلك ربما السياسة الأفضل هي تجديد الثقة بالأحزاب، وخاصة الاتحاد يعول على هذه الانتخابات وكل المؤشرات تشير بأن هناك زيادة في مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني واستعادة التوازن في أقليم كردستان وتصحيح مسار الحكم في الأقليم. لذلك ربما هذا هو الحل، لأن حتى هذه اللحظة لو تحدثنا، وهذا يعني مقالات ودراسات منشورة في مراكز أبحاث دولية، المعارضة السياسية في أقليم كردستان ليست قوية. يعني في 2009 كانت لدينا حركة التغيير حققت 25 مقعد من أصل 100 ولكنها تراجعت، والآن في آخر انتخابات للبرلمان العراقي لم تحصل على مقعد. طيب. واحد أستاذ، هذه يعني على سبيل المثال الجيل الجديد والأحزاب الأخرى لم تستطع أن تكون بديل للأحزاب، خاصة أحزاب السلطة، هنا أقصد الاتحاد والديمقراطية. لذلك هذه المعادلة موجودة، وفي هذه الانتخابات أيضا أتوقع. طيب. يعني الاتحاد الوطني الكردستاني سيحقق زياده في مقاعده، الديمقراطي ايضا سيحقق نتائج ولكن نتائج تنخفض عن عام 2018، لان يعني موضوع الكوتا كانت تشتغل سابقا 11 مقعد من قبل الديمقراطي، الان اصبح عنصر التنافس موجود وهذه المقاعد لن يتم استغلالها من قبل طرف سياسي وهو واحد وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني. ليش الحزب الديمقراطي كان يستغل انخفاض لمقاعد الديمقراطي مقابل زياده لمقاعد الاتحاد؟ طيب. الحزب الديمقراطي كان يستغل هذه المقاعد لصالحه؟ يعني اكو كان تزوير، اكو ضبابيه، اكو امور ربما مشبوهه لو لا؟ ست هالكلام الي لو الاخ جاسم؟ لا لحضرتك استاذ احمد. نعم ست هذا، نعم هذه المقاعد كانت تستغل سابقا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، واغلب الفائزين هم اعضاء، يعني حتى كانوا اعضاء للحزب الديمقراطي الكردستاني وان كانوا من المكون المسيحي والتركماني. يعني هذا ليس كلامي، يعني اي منصف ومراقب لاقليم كردستان يدرك ان هذه المقاعد كانت تستغل من قبل طرف سياسي واحد لتحقيق زياده عدديه. يعني الحكمه من الكوتا هو ان يكون هناك اختيار ممثلين حقيقيين دون تدخل الاطراف السياسيه، لذلك هو كان التدخل استاذ احمد من قبل طرف سياسي وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هنا اقصد مقاعد التركمان ومقاعد الاخوه المسيحيه. بلي وضحت الفكره، لكن التدخل الحزب الديمقراطي في بيان صادر عن اللجنه العليا للحزب الديمقراطي المشرفه على الانتخابات اتهمتكم صراحه بانكم تلجؤون الى دوله لاخذ اكبر عدد من المقاعد، وان الامور مسبقا محسومه للاتحاد الوطني الكردستاني، وانكم تسيئون وتسبون عوائل شهداء البشمركه
ردكم على هذه التصريحات؟ طبعا القيادة في الاتحاد نفت هذه التصريحات. ست فرح، هذا ربما يقصدون كان هناك فيديو ذكاء اصطناعي، مقطع صوتي مفبرك، يعني حتى يعني هناك موقع مشهور للتأكد من صدق يعني المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو، هي موقع تقنية من أجل السلام، تستطيع أن ترسل أي فيديو أو مقطع صوتي يؤكد لك بأن هل هذا الفيديو هو ذكاء اصطناعي أم فيديو حقيقي. لذلك هذا الموقع أعلن أن الفيديو الذي على ضوء يعني هذا البيان اللي ذكرتيه للحزب الديمقراطي الكردستاني هي عبارة عن محادثة بين السيدين باقر الجلال طلباني والسيد قباط طلباني، هذا فيديو مفبرك يعني موجود. مفبرك يا استاذ احمد، ومن طلع بهذا التوقيت؟ وحتى من باب المزحه انه احد الاخوه قام بانشاء فيديو ذكاء اصطناعي بين يعني بين السيد بافل والسيد مسرور البارزاني والرئيس الامريكي ترامب والرئيس الامريكي الاخر اوباما أستاذ أحمد. والمذيع أستاذ الامريكي أحمد. الشهير ستيف هارفي الموضوع... كنوع من المزحه بان يعني هذه الفيديوهات ممكن خلقها بمنتهى السهوله. بس الموضوع يتعدى موضوع المزحه، ليش؟ لانه من يستهدفكم في هذا التوقيت؟ وهذا له تاثير كبير على الانتخابات، يعني معقوله ما شخص من المستفيد؟ من تتهمون بهذا الفعل؟ لا، هي الجهه المتهمه واضحه والحزب الديمقراطي الكردستاني. انا قلت لحضرتك هم قاموا ب يعني هذا الفيديو الذي دعوا اليه، لانه هو نشر فقط في صفحات وقنوات ومواقع المقربه من الحزب الديمقراطي الكردستاني. والسيد بافل جلال الطلباني يعني في حملته الانتخابيه في السليمانيه ورانيا، ويعني ذكر تحدث عن هذا الموضوع بالتحديد، موضوع هذا الفيديو المفبرك. لذلك نحن كحزب يعني على مستوى القياده السياسيه ردينا على هذا الموضوع، وهو موضوع مفبرك، يعني اي يعني شخص عادي يستطيع ان يتاكد من هذا المقطع. وانا قلت لحضرتك يعني هناك مواقع مختصه، موقع التقنيه من اجل السلام، وايضا بمواقع اخرى من اثبت بانه الفيديو تم خلقه بذكاء اصطناعي. وانا اعتقد هذه نوع من الدعايه الانتخابيه، انا اعتقد يعني نحن واثقون من جماهير الاتحاد الوطني الكردستاني وجماهير الشعب الكردستاني. احيانا ست فرح عمليه الدعايه ربما احيانا لها تاثيرات ايجابيه، يعني عندما يرى المواطن ان هناك استهداف وهناك تزييف للحقائق ربما يكون لها رد فعل ايجابي على الطرف المستهدف. اذا نحن نتوقع يعني هذا الفيديو ربما خدمنا اكثر من ضرنا، لانه واضح ذكاء اصطناعي وفيديو مفبرك. استاذ جاسم، اذا بهذا الفيديو المفبرك اللي الحزب الديمقراطي مسؤول عليه، انتم استهدفتوا شريككم السياسي في اقليم كردستان، بالاضافه سويتوا له دعايه مجانيه، وبهالحاله مقاعدكم راح تتراجع، وسويتوا دعايه مجانيه حتى الاتحاد الوطني يكسب اكبر عدد مقاعد. سؤالك وطرحك محترم، ولكن هذا الفيديو اللي يقول عليه الذكاء الاصطناعي واتهم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني واضح ان هذا خرق لمصلحه اقليم كردستان وشعب اقليم كردستان ولحكومه اقليم كردستان، لانه هذا يخفف من ويزيد عفوا مو يخفف يزيد من حده التوتر ما بين الاحزاب وما بين الشعب الكردي، وهذا مرفوض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني ينأى بنفسه عن هذه الصراعات، وهو دائما ما يرفع شعار. انتم من فبركتوا هذا الفيديو؟ لا سيدتي الفاضلة، الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحتاج الى فبركة هكذا امور. الحزب الديمقراطي يعني هذا حقيقة الفيديو لو لا؟ الحزب الديمقراطي اكد انه هذا فيديو حقيقي زين، حسب مصادره وحسب ما نشر وحسب ما ذكر في البيان. خلنا أكمل دقيقة أستاذ أحمد. هذا الفيديو سيدتي الفاضلة تأكد منه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد أن تأكد يلا أصدر البيان ضد هذا الفيديو، وهذا يعد شرخ لصف الكردي لا يقبل به، وينأى بنفسه عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يحتاج هكذا فيديوهات ولا يحتاج هكذا تسويق، لأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه جمهور ثابت، لديه جمهور منتظم، لديه أرضية واسعة للانتخابات، وهو من يحصل على أكبر عدد من المقاعد وسيبقى الفائز الأول، وهذه الانتخابات بقت أيام قليلة. نعم، هم الأخ أحمد قال إحنا دزينا الفيديو لصفحة مختصة اللي هي تقنية من أجل السلامة وجانا الرئيسين. أنتم حزب، لماذا تعتمدون على مصادركم؟ لماذا لم تتخذون نفس الخطوات قبل ما تنزلون هذا؟ منو قال لك الحزب اتخذ نفس الخطوات وحلل وتأكد يلا صدر بيان؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب عريق، ولديه مؤسسات إعلامية، ولديه
كافه الوسائل يعني متاكدين هذا الفيديو حقيقي؟ حسب ما صرح به الحزب الديمقراطي نعم متاكدين بان هذا. شنو اجراءاتكم القانونيه استاذ جاسم؟ الفيديو كارثي اذا انتم تقولون عنه انه فيديو حقيقي. الحزب الديمقراطي يتحفظ على الرد في الوقت الراهن حتى لا يشق الصف الكردي من اجل لملمه الاوضاع ومن اجل المضي في الانتخابات وبعد الانتخابات هذا لها اجراء ثاني. لا الحزب الكردستان لا يتحفظ على الرد اذا ما باكر بالفعل رد هو سيده فاضل اذا باكر فازوا الاتحاد الوطني الكردستان راح تقولون قوم هو هذا الفيديو طلع واحنا من الاساس كنا ندري انه الانتخابات مبيوعه خوش وهذا بزعامه وبرئاسه تقليد موضوع سهل من الوهله الاولى الحزب الديمقراطي الكردستاني صرح وصرح مرارا وتكرارا على انه الانتخابات ستمضي وقبل هذه العملية على مضض لأنه يعرف التدخل ويعرف ماذا سيجري ولكن على أرضية الصلبة هو معتمد وواقف وشعبه متكاتف معه وسيذهب إلى انتخابات وسيحصل على أصوات وسيكون الأغلبية. بس فهمني نعم. أكو 10 مقاعد مبيوعة للاتحاد الوطني الكردستاني بحسب هذا الفيديو المفبرك. نعم. بس أنا ما واثقة من دقته حضرتك تقول نعم. حقيقي والأستاذ يقول مفبرك. نعم. زين هذه مقاعد راح تروح من يمكم فقط انتم راح تقولون احنا عندنا قاعده صلبه وهذا ماذا لو خسرتم في هذه الانتخابات؟ ما نخسر الحزب الديمقراطي كسان لا يخسر وهذا وعد مني بعد الانتخابات سنلتقي في لقاء اخر وساثبت لك بان الحزب الديمقراطي كسان لن يخسر وسيبقى متسيد الموقف وهو صاحب المقاعد الاكثر عددا. استاذ احمد الجماعه ما يخسرون ومتصدرين وعندهم ادله وبراهين شلون تقول راح تتراجع اصواتهم؟ على الرغم من أنه الفيديو حقيقي كما تفضل ضيف الكريم أنه أنتم راح تحصلون على 10 مقاعد خوش وأنهم أنتم تلتجئون إلى طرق غير قانونية لكن مع ذلك الحزب الديمقراطي راح يفوز. ردك على هذه التصريحات من فضلك. ست أنا راح أرد يعني بصورة علمية بعيدا عن الانتماء الحزبي والعاطفة. أولا يعني مقاعد الكوتا يعني لنأخذ مقياس انتخابات 2018 الديمقراطي حصل على 45 مقابل الاتحاد 21 انضم احد المستقلين 22 يعني 45 مقابل 22 ول11 الكوتا كانوا قريبين من الديمقراطي يعني بأريحية الديمقراطي كان يستطيع تشكيل حكومة يعني هنا تحدث عن 56 من أصل 111 الآن بسبب النظام الانتخابي لن يحصل الديمقراطي على 45 مقعد هم يعلنون ذلك يعني أنا الأستاذ جاسم ربما يعني هو من أهالي من أهلنا بالأنبار ونعتز بهم يعني ربما المواقع الكردية تتحدث عن هذا الشيء يعني هم يعلنون بأنهم لم يحصلوا على 45 مقعد يعني هنا والكوتا لم تعد كالسابق يعني هذه 11 في أفضل الأحوال لن يحصل الديمقراطي أو الأطراف القريبة من الديمقراطي على مقعد أو مقعدين من أصل 5 لأن المقاعد الآن 5 يعني بمعادلة عددية 11 تم فقدوها 45 هم نفسهم يقولون إحنا ما راح نجيب 45 يعني يقدرون نتحدث ربما 35 أقل أكثر من 35 مقعد نعم سيحصل إذن هذا لن يتحقق نعم إذن أتفق معك سيحصل على أكثر من 35 مقعد نعم يقول لك اتفق انه الحزب الديمقراطي راح ياخذ 35 اكثر من 35 اكثر من 35 اذا هو يتفق فيما تتفضل به لكن سؤال لحضرتك استاذ احمد رئاسه الاقليم ستكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني هو هنا السؤال ها تسمعني اسف لم اسمع حضرتك يا ريت تكرار قلت لك قلت لحضرتك انه رئاسه الاقليم ستكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني هذه المره بحسب المعطيات والدلائل العلميه اللي انطيتني اياها حضرتك يعني ان نحسبها بطريقه علميه بعيدا عن العاطفه ستكون هناك انخفاض مقاعد الديمقراطي نموذج الحزب الواحد المهم انتهى لن يكون امام طرف واحد سنكون امام حكومه ائتلافيه ايضا هناك خارطه لبعض الاحزاب ستحصل على مقاعد في تلك الفتره الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مطالب منها تصحيح مسار الحكم بناء المؤسسات من جديد وايضا جدا ستكون لنا حوارات جديه مع الديمقراطي لاعاده بناء اقليم كردستان واعاده تصحيح مسار الحكم ولن نرضى بالمشاركه السابقه كانت سابقا هي مشاركه وليس شراكه بدون شراكه حقيقيه الاتحاد استاذ احمد استاذ يعني احمد جديه من التجربه السابقه يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار استاذ احمد اجوبتك دبلوماسيه يعني انا ما افهم شنو معنات سنشارك مشاركه حقيقيه احكي لها طق بطق الرئاسه تردوها رئاسه اقليم كردستان لان الرئاسه تعني المشاركه الحقيقيه المشاركه ما ننطيها ست لا ست
يقول إلا وما ننطيها. المشاركة والشراكة شنو؟ إحنا الرئاسات هذا نعم هذا سيخضع للحوارات السياسية، والاتحاد الوطني الكردستاني من حقه أن يطلب إحدى الرئاسات، هذا الموضوع موضوع آخر. بس يجاوبك يجاوبك سيد جاسم عضو الحزب الديمقراطي يقول لك ما ننطيها أستاذ أحمد، يقول لك إحنا بننطيها ما ننطيها الرئاسة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، رئاسة تقليم كردستان حسب المعطيات تبقى للحزب الديمقراطي الكردستاني حسب معطيات على الأرض، لأنه أول شيء الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على أعلى مقاعد بالبرلمان، وهذا ستكون من حصة الديمقراطي يعني بكل تأكيد بإرادة رأي القاضي. استاذ احمد شنو؟ نعم استاذ، بس هذا ما ست فرع، هاي ما لها علاقه بالرئاسات، يعني ممكن الاتحاد الوطني الكردستاني، انا اشوف هذا الحديث سابق لاوانه، ولكن من الطبيعي جدا ان يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسه اقليم او رئاسه الوزراء وفق معايير، يعني وفق المعايير الانتخابيه اللي انتظر الخارطه الانتخابيه، ربما تكون هناك تحالفات اخرى، لذلك هذا الحديث سابق لاوانه. سابق لاوانه الشراكه والمشاركه ست فرع، هاي المفرده هاي بعيدة عن الدبلوماسية، احنا كنا مشاركين في الحكومة ولكن كان هناك تقويض، تقويض لسيد نائب رئيس الوزراء. تريدون تشاركون مشاركة حقيقية في العمل. عندهم نائب رئيس الإقليم، عندهم نائب رئيس الوزراء، عندهم وزراء بحكم تقليم كردستان. انتم مقوضيهم استاذ ياسر. لذلك نحن نبحث عن شراكة ولا نبحث عن مشاركة. وضحت الفكرة. يعني أنا بس بدي أسألك، ليش ما تنطون رئاسة إقليم؟ هي ورث. لا لا، استحقاق انتخابي. مؤسسة يقول لك احنا ممكن نجيب استحقاق اعلى وناخذها. لا جابوها بالعافيه عليهم، بس ما يجيبوها ولا يوصلوها. ليش انتم متاكدين؟ متاكدين يعني عندنا جمهور ثابت وعندنا قاعده وعندنا الحزب الديمقراطي. بس دقيقه استاذ احمد، لحظه، الحزب الديمقراطي الكردستاني كما اسلفت واكرر، الحزب الديمقراطي الكردستاني يستند الى ارضيه صلبه ولا جمهور ثابت ولا جمهور زاحف الى صناديق الاقتراع من اجل التمسك بحقوقه ومن اجل الاتحاد الوطني. هم يقول لك انا عندي قاعده صلبه وعندي جماهير وعندي ناس بكرم، الحزب الديمقراطي وعندي ناس، يعني على القليل خلينا نحكيها بصراحه، ما يتهمونا بتفرد السلطه، انتم الحزب الديمقراطي يتهمونكم بتفرد السلطه واقصاء الشعب. انا شلون اتفرد بالسلطه وانا ماخذ رئاسه الاقليم ومنطي الاتحاد الوطني نائب رئيس الاقليم ومنطي نائب رئيس وزراء ومنطي وزراء في الحكومه، أو وزير الماليه مال اقليم كردستان، وزير ماليه اقليم كردستان هو من الاتحاد الوطني، وزير الماليه منكم استاذ احمد، نائب الرئيس منكم، عندكم وزراء وتقولون احنا ما عندنا مشاركه حقيقيه في العمليه السياسيه، شلون يا استاذ؟ ست فرح، كان هناك حاله عدم رضا من رئاسه الوزراء، يعني الكابينه الحاليه، السيد قباط طلباني نائب رئيس الوزراء لم يشارك في جلسات مجلس الوزراء اكثر من 8 اشهر، وحتى الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني كان بعيد، الوفود تاتي الى بغداد كانت وفود حزبيه اكثر ما تكون حكوميه، هناك حاله عدم رضا، لذلك في هذه المرحله في المرحله المقبله يجب معالجه هذه الامور، الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل نفس آلية التعامل السياسي التي كانت موجودة في الحكومة الحالية، هذا ما أقصده، هذا ما أقصده، الفرق بين الشراكة والمشاركة. الجماعة ما يقبلون بعد يعاملون كصورة رمزية في تاريخنا النضالي. طيب ما يقبلون 30 ثانية، شنو شلون شلون راح تتعامل ويا المشاركين؟ شريكك بالوطن يقول لك أنا الوفود اللي تروح وفود رمزية، مو وفود حكومية مسؤولة من أقليم كردستان. يعود إلى إذا هو نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الإقليم ويجي بصفة حزبية، أنا شو أسوي له؟ ما يجي هو بصفة رسمية. يقول لك أنا ما مقتنع بالأداء الحكومي في إقليم كردستان. اللي ما مقتنع يقعد مع رئاسة الوزراء ومع رئيس الإقليم ويصحح مسار العملية، لا يبتعد عن العملية السياسية ويطالب بالتغيير. من يطالب بالتغيير يجب أن يكون جالس في قبة البرلمان، ويجب أن يكون جالس في مجلس الوزراء. إذا التغيير، إذا التغيير أستاذ أحمد عندما تكون مشارك، مو عندما تكون معارض. عندك 20 ثانية، شنو رد حضرتك؟ لا ست، نحن يعني انا اعتقد المعادله الانتخابيه المستقبليه الحاليه يعني وفق هذا المعتقد ستغير هذه المعادله، وحاله عدم الرضا لا تقتصر على الاتحاد الوطني الكردستاني، هناك حاله عدم رضا من معظم الاحزاب السياسيه الاخرى، يعني هناك عدم اتفاق مع الديمقراطي من قبل احزاب المعارضه، الاتحاد الاسلامي، الجماعه الاسلاميه، وليس الاتحاد الوطني الكردستاني. انا اعتقد المرحله المقبله هي مرحله انتقال الاحزاب الباقيه تطالب بحقها وتغيير عقليه الاداره الحكم، وتغيير سيد جاسم يقول صححوا مساركم أولاً كاتحاد وطني. غير هذه يعني المعادلة التي ليس المشكلة بين الاتحاد والديمقراطي، بل هي مشكلة بين جماهير شعب كردستان والأحزاب السياسية الكردية مع عملية التفرد والانفراد في الحكم. أنا أعتقد هذه المعادلة ستتغير في العرس الانتخابي في 2010. يقول صححوا مساركم بالأول، يلا تحكون عن أحزاب المعارضة، معناها أنه مساركم السياسي غير صحيح.
هذا ما تفضل يعني بضيف الكريم. انا استاذ احمد انا قلت لك اقول لك الحزب بس اسمع بس دقيقه بس دقيقه خلوا يعني حضرتك يعني حضرتك بما ان يعني انا احترم يعني ما تخليني احكي يا استاذ احمد شخص يعني حضرتك من اهالي لست ملم بالشان الكردي لذلك يعني الرجاء عدم التحدث بامور حضرتك تجهلها يعني كل تاريخ لا حضرتك أجهل لا اجهل الامور استاذ فاضل انا اكثر من مره انا معك في برامج انتخابيه انا احترم كونك من عشيره وانسان انا احترمك على المستوى الشخصي وانا نفسي الشيء انا احترمك ولكن هذا رايي يعني شنو مسار زين بس استاذ احمد انطي مجال يحكي ما ضمن مجال استاذ احمد بس احكي لي مجال اسمع مني وبعدين جاوب استاذ احمد ما الذي يجهله استاذ جاسم تفضل انت اسمع مني وبعدين جاوب هو يجهل المعادله هو لا استاذ ما جهل المعادله حد ثابت وما شنو حد يا اخي يا جمهور يعني الرجاء احترام المعادلات الكرديه طيب استاذ احمد بس انطي انطي 10 ثواني رد لانه لازم اختم يعني 10 ثواني يعني هل هو الجمهور طيب استاذ احمد حضرتك جبت بس 10 ثواني رد تفضل تفضل اتحدث سلك الفاضله انا احكي وياك اقول له انتم كحزب اتحاد وطن الكردستاني من تحكي بالمعارضه للاحزاب الباقيه اقول له انت حل مشاكلك كاتحاد وطني وحدد مسارك مع الحكومه مع الحزب الحاكم اللي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني وخلي انا بنفسك على الاحزاب الباقيه شكرا انت صاحب القضيه تقول انا عندي خلاف مع الحزب الديمقراطي حل خلافاتك حل خلافاتك شكرا جزيلا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جاسم العيساوي حياك الله الاستاذ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني الاستاذ احمد الهركي شكرا جزيلا على ما تفضلت به ملفنا الثاني راح يكون عن اطلاق تفعيل وزاره التخطيط لخدمات المنصه الالكترونيه الموحده للاعلانات لنتابع العراق يسابق الزمن ليلتحق بالتحول الرقمي سريعا وذلك بإعلان وزارة التخطيط عن إطلاق وتفعيل منصة إلكترونية متخصصة في شؤون التعاقدات والمشتريات الحكومية التي ستتيح للكيانات التجارية ورجال الأعمال من الوصول الفوري إلى المناقصات التي تعلنها جهات التعاقد الحكومية إلكترونيا إطلاق وزارة التخطيط لهذه المنصة لربما هي تفيد الكثير من أصحاب رؤوس الأموال مستثمرين ذوي الإعلانات التجارية الإعلانات الحكومية كل هذه الأمور ممكن أن تفيدهم من خلال هذه المنصة إضافة إلى كل ما ذكر تعطي شفافية وأيضا تمنح نزاهة عالية للمناقصات على اعتبار أنه كل شيء سيكون بشفافية وأيضا المكشوف أمام المواطنين وبالتالي هذا الموضوع ربما يحد من عملية المحسوبية والمنسوبية والمحاباة التي تجرى بين الفين والأخرى في الحكومات السابقة ستسهم المنصة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشركات والموردين من خلال تقديم عروضهم إلكترونيا فضلا عن تمكين الشركات والمقاولين والاستشاريين من تسجيل بياناتهم وأعمالهم التخصصية ضمن قاعدة بيانات المنصة لتعزيز فرصهم في تنفيذ المشاريع الحكومية وزارة التخطيط هي منصة مهمة جدا لعمل الشركات والدخول بالمناقصات الحكومية أهميتها تكمن في مسألة الابتعاد عن الروتين المعمول به داخل الدولة من شأنه هذا أن يجذب الشركات الأجنبية للعمل داخل العراق وهذا الأمر أكيد سيطور من عمل الوزارات العراقية في المستقبل القريب وتعتبر هذه المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في العراق التي سيتم تطبيقها على باقي الوزارات والمحافظات بشكل تدريجي حسب ما ذكرت التخطيط في بيانها من بغداد شابان سامي قناة الأيام الفضائية بعد ما تابعنا وياكم تقرير الزميل شيبان سامي نتناقش بهذا الموضوع مع المتحدث باسم وزارة التخطيط الدكتور عبد الزهر الهنداوي حياك الله دكتور أهلا وسهلا دكتور التخطيط تطلق وتفعل خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة بداية أريد أعرف شنو تفاصيل هذه المنصة شكرا جزيلا تحية لك ولكل مشاهدي الأيام في كل مكان أكيد هذه المنصة حقيقة تمثل نقلة مهمة في واقع التنمية في العراق دعيني أسميها هذه ستكون منصة عالمية ليس فقط على مستوى العراق إنما ستكون متاحة حتى أمام المستثمرين والمناقصين وأصحاب الشركات الأجانب فضلا عن العراقيين
وبالتالي حقيقة تمثل خطوة متقدمة باتجاه أتمتت كل الإجراءات وكل الفعاليات. نحن نتحدث ضمن خطة التنمية الخمسية أنه نتحدث عن برمجة الفعل التنموي، وبالتالي هذه جاءت تطبيقا لتوجهات خطة التنمية الخمسية وهي خطوة أساسية ومهمة. هذه المنصة حقيقة ستتضمن نشر جميع الإعلانات والبيانات والتفاصيل الخاصة بالمناقصات والإعلانات الحكومية في كل مجال، وهذه طبعا هذه الآلية ستساهم في معالجة الكثير من الإشكاليات التي كانت تكتنف هذه العملية، عملية الإعلان. شنو هي الإشكاليات التي كانت موجودة؟ الإشكاليات يعني أحيانا ربما إعلان مناقصة مهمة، إعلان مهم لمشروع مهم، قد لا يصل إلى كل المعنيين والمستثمرين، وبالتالي ربما تكون هناك بعض السلوكيات التي تحصر هذا الموضوع باسم معين بجانب معين، وبالتالي يذهب يعني حالات الفساد التي ممكن أن تكتنف. أكو فساد ورشا كانت جدا كبيرة بأنه هذا الإعلان لازم يروح للجهة الفلانية دونا عن الجهة الأخرى. سؤال لحضرتك، هذه المنصة إلى أي مدى راح تقلل؟ هل من الممكن أنه هذه الجهات المبتزة والمرتشية أن تسيطر على هذه المنصة؟ لا أبدا أبدا، لن تكون متاحة للسيطرة أو للتوجيه من قبل أي جهة كانت، لأنها هي ستكون منصة معلنة على الملأ وستكون مفتوحة لكل الكيانات التجارية والاقتصادية التي تريد أن تتحدث أو تعلن عن خدماتها، عن مشاريعها، عن أعمالها المماثلة. هذه كلها ستكون متاحة أمام هذه الكيانات التجارية، وبالتالي هي أيضا دعوة عبر الأيام إلى كل الكيانات التجارية أن تدخل على هذه المنصة وتطلع على آليات العمل بها وتفاصيلها حتى تكون يعني حتى يستفيدون من هذه الخدمة. هي تقدم حقيقة 4 خدمات أساسية هذه المنصة. هذه الخدمات الأساسية تتضمن الإعلان وبيع الوثائق إلكترونيا وأرشفة العقود، وكذلك ما يتعلق بالدعوات المباشرة ولجان المشتريات. هذه 4 خدمات أساسية تقدمها المنصة، وحقيقة هي أطلقت اليوم بعد ما استكملنا متطلبات إطلاقها. بدأناها بعمل تدريجي لبعض الوزارات. هناك 500 يعني تقريبا 500 جهة ممكن أن تستفيد من هذه، و500 جهة مشمولة يعني كوحدات إنفاق أو كجهات حكومية ممكن أن تستفيد منها. الآن أكملنا تقريبا 11 جهة دخلت بالمنصة بشكل، من بينها يعني وزارة التعليم العالي، وزارة العدل، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الموارد المائية، البنك المركزي العراقي، هيئة الإعلام والاتصالات، المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء. هؤلاء دخلوا الآن، ولدينا نصف الوزارات المتبقية تقريبا الآن في طور تدريب الكوادر، لأنه أي جهة تدخل بهذه المنصة يتم تدريب كوادرها، يعني تدريب كوادر خاصة، ويعطون اليوزر نيم هذا الخاص بالدخول للمنصة، وبالتالي يدخلون يعني لنشر إعلاناتهم. اليوم الموظفين مستعدين للأتمتة؟ يعني هذه الكوادر اللي حضرتك تقول قاعد يتدربون، هل هم مستعدين بالفعل للتعلم بوقت قياسي وبالتالي الانخراط في هذه العملية لو لا؟ طبعا بالتأكيد، يعني حقيقة احنا اليوم التطور اللي يشهد العالم بشكل عام، والعراق جزء من هذا العالم، صار الإنسان مجبر وملزم أن ينخرط في هذا التطور التكنولوجي. بالتالي نحن لدينا كوادر ممتازة، كوادر يعني قادرة على التعلم، قادرة على الذهاب بعيدا باتجاه كل الأتمتة، كل ما هو موجود من إجراءات ومن فعاليات ومن خدمات تقدمها الحكومة. وهذا حقيقة لمسناه، احنا نتحدث عن واقع فعلي، واقع عملي، نقوم بتدريب كوادر من الوزارات، تنتقى هذه الكوادر بعناية عالية ويكونون قادرين على استيعاب هذه الحالة ومن نتيجة الدخول في معترك العمل في هذا الجانب. طيب دكتور، بصراحة كل ما تطور أي وزارة جزء لمكافحة الفساد، يظهر الفساد بصورة جديدة ويستحوذ على ما تم، يعني تعرف أكو هنالك تطوير لأساليب الفساد. هذه المنصة راح تسوي تكافؤ بين الفرص بين المتنافسين، لو أيضا الفاسد ممكن يطور أساليب فساده ليحصل على عمولة أو أي مشكلة أخرى. تأكدي فرح أنه كلما اتسعت قاعدة التعاملات الإلكترونية كلما ضاقت دائرة الفساد، لأنه هذه القضايا الإلكترونية الفساد يحدث متى؟ يحدث عندما يكون هناك تعامل مباشر بين البشر.
هذه المنصات وهذه الفعاليات الإلكترونية راح تبعد هذا التعامل المباشر بين البشر، ونتيجة كل ما ابتعد البشر عن بعضهم كلما قلت حالات صحيح. الفساد. فاحنا اليوم نتحدث عن منصة عالمية، هذه المنصة ستكون متاحة لكل مؤسسة ولكل كيان تجاري، فبالنتيجة وفق هذه الآلية حقيقة الفساد سيتراجع إلى أدنى مستوياته في لا سيما فيما يتعلق بقضايا التعاقدات، على اعتبار أنه البيع يعني الإعلان وبيع الوثائق وحتى الدفع يعني للمناقصين حتى الدفع سيكون إلكترونيا، دفع يعني المستحقات المالية وغيرها ما راح يجون يدفعون للمؤسسة بشكل نقد مباشر، راح يكون الدفع عبر يعني أنتم حسابات. قطعتم دابر الفساد بطريقة قاسية جدا مع هذه المنصة. اليوم الفاسدين مفرضوا معرقلات على وزارة التخطيط أو على الحكومة، يعني شلون تضررتم شغلهم بالمباشر مثل ما نقول؟ لا حقيقة طبعا هو الفاسد هو بالنتيجة هو لص حرامي يعني بالعراقي، لا يمكن أن يظهر بوضوح ويقول أوقفوا هذا العمل لأنني سأتضرر بهذا، وبالنتيجة الحرامي ما يظهر تحت الشمس أكيد، يبقى هو بالظل. فبالنتيجة احنا مضينا في اجراءاتنا والحكومة ماضية في اجراءاتها حقيقة. هذه المنصة هي جزء من كثير من الفعاليات اللي قامت بها الحكومة في اتمتت فعاليات كثيرة يعني في عملها وفي خدماتها في وزارة الداخلية، ولدينا قبل ذلك في وزارة التخطيط اطلقنا منصة التصنيف المقاولين، حتى هذه القضية المقاول بعد ما عاد يحتاج أن يراجع ويجي يقدم معاملة، يقدمها إلكترونيا وتستكمل معاملته بوقت قياسي. نتيجة كل هذه الإجراءات حقيقة راح تحجم وتدفع عملية الفساد، تحسرها إلى أبعد يعني قريبا بعد ما راح نشوف فساد أو ابتزاز أو رشا أو كوميشن أو هذه الشركة دونا عن هذه الشركة ترسو عليها هذه المناقصة أو هذه العطاءات أو المشاريع الاستثمارية، يعني بصراحة هل ستنتهي هذه بالفعل؟ بتقديري يعني إذا بعد ما تستكمل، طبعا احنا الآن ما زلنا في بداية الطريق يعني في الخطوات الأولى لهذه المنصة، إذا دخلت كل مؤسسات الدولة وستدخل مؤسسات الدولة طبعا هذا في بقرار وبتوجه حكومي، يعني بتوجه حكومي كل مؤسسات الدولة ستدخل إلى هذه كل المنصة؟ كل مؤسسات الدولة ستدخل، ونحن في وزارة التخطيط يعني نقوم الآن بتدريب كوادر الوزارات حتى تكون مؤهلة للدخول، وقد ما تدخل كل مؤسسات الدولة وتكون هذه المنصة متاحة أمام الجميع بدون قيود بدون صعوبات، بالتأكيد عند ذاك سيكون المشهد مختلفا بشكل واضح. شو كنت تنتهي هذه المنصة؟ أنت هسه حضرتك ذكرت لي أنكم في طور تدريب الكوادر وفي طور المباشرة بهذه المنصة، شو كنت تنتهي؟ يعني هو العمل يجري بخطوات سريعة بصراحة. لا. يعني احنا اليوم تحدثت انه 11 جهة دخلت فعلا بشكل واقعي، يعني هذه 11 جهة دخلت وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة، وعندنا الان تقريبا نصف الباقي من الوزارات الان هم في طور يعني في خطوات الدخول، يعني خلال ايام تستكمل اجراءاته. زين. نتحدث عن ربما اشهر معدودة يعني تستكمل كل هذه البيانات، بس ردت أشير إلى نقطة حقيقة مهمة هذه تم معالجتها قبل يومين. كان بالأساس عندما أنشأنا المنصة لنشر الإعلانات إعلانات المناقصات كان التوجه أنه يلغى الإعلان في الصحف الورقية، لأنه سابقا كان الإجراء يكون يعلن في 3 صحف، أي مناقصة تعلن في 3 صحف، لكن حقيقة سيد وزير التخطيط يعني انتبه إلى أنه هذا الإجراء سيعرض الصحف الورقية إلى صعوبات مالية، على اعتبار أنه كثير من الصحف تعتمد على الإعلان، فصار الإجراء أنه يبقى النشر في الصحف ب3 صحف للإعلان مع نشر الإعلان على المنصة الإلكترونية، وبالتالي احنا راح نضمن سعة انتشار الإعلان مع ضمان يعني ديمومة الصحف الورقية. عندي سؤال هو بعيد عن ملف اليوم لكن أرجو من حضرتك أن تجاوبني عليه بصراحة. كل إجاباتي صريحة كانت. إن شاء الله. وين وصلتم بالتعداد السكاني؟ وصلنا إلى المراحل الأخيرة. يا الله. يعني إحنا اليوم يعني قلت في 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 أعلى الهرم الاستعداد. باقي تفصلنا تقريبا 35 يوم. زي. عن الموعد المحدد للتعداد اللي هو يوم 20/11.
اليوم وصلنا إلى نسبة تقريبا أكثر من 90% من عمليات الترقيم والحصر اللي بدأت يوم 1/9 واللي هي تمثل مرحلة متقدمة وأساسية للتعداد. هذه حقيقة المرحلة ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وبدأنا أيضا من السبت الماضي بتدريب 80,000 باحث ميداني، سينتهي تدريبهم قبل نهاية هذا الشهر، وراح يكون عندنا 120,000 باحث سينفذون التعداد. وبالتالي أقول كل المتطلبات، كل الإجراءات، كل الاستعدادات استكملت، فقط ننتظر يوم 20/11 حتى ينفذ التعداد العام. لكن ربما أبرز معرقل أنه ماكو تعاون من بعض الأهالي مع الفرق اللي تابعة لحضرتك اللي تسوي هذا التعداد السكاني. يعني حقيقة شو تغلبتوا على هذه المشكلة؟ هذا يعني أنت يعني قلتي بعض، وهي فعلا يعني هذه الحالة لم تكن ظاهرة، زين، إنما حالات. والباحث الميداني أو العداد احنا نسميه هو ملزم أن يعود إلى الأسرة أكثر من مرة، يعني اذا يعني اجى اليوم وطرق الباب وما حد فتح له الباب الا راح يرجع لهم مره ثانيه ويرجع لهم مره ثالثه، وبالمره الرابعه راح يجي وياه مشرف الناحيه والمختار ويجي لهذه الاسره، لانه حتى يتاكد ربما عندهم مشكله، ربما موجودين، ربما الى اخره. وبالتالي نبذل اقصى الجهود حتى نوصل لاسرنا الكريمه. جزئيه اريد من حضرتك توضحها للمواطن. المواطن من يسمع تعداد سكاني يقول لك يعد عدد الافراد في العائله، لكن تطور الموضوع الى عدل اجهزه في المنزل مثل سبالت، مثل تيفيات، زين هذه بماذا ستستفيدون منها؟ المواطن عنده تخوف. لا هي حقيقة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ليس هدفه عد السكان فقط، احنا عد السكان ما عندنا مشكلة بهم، ممكن نعدهم بطريقة معينة ونوصل للأرقام، وعندنا أرقام عدد السكان. احنا نريد نعرف واقعنا بكل تفاصيله، احنا نريد نعرف وضع الصحي لافراد المجتمع، نريد نعرف وضع التعليم لافراد المجتمع، نريد نعرف وضع السكن لافراد المجتمع، نريد نعرف وضع الخدمات اللي تحصل عليها المجتمع، نريد نقيس مستوى الفقر والرفاهيه اجابه على هذا السؤال فيما يتعلق بالسلع المعمره. هذه حقيقه نريد نعرف من خلالها مستوى رفاهيه الاسره العراقيه ومستوى الفقر، على اعتبار امتلاك هذه السلع هو مؤشر للاسره اذا كانت هي تعيش حاله رفاه او فقيره. فبالنتيجة هذه مؤشرات مهمة جدا. زين شنو العائلة العراقية اللي تعتبروها كوجهة نظر أنه تعيش رفاهية؟ يعني عفوا نحن نتحدث عن 18 سلعة، هي هذا اللي جرى الحديث عنها، نعم، واللي مدرجة ضمن استمارة التعداد العام للسكان. 18 سلعة اللي تتضمن السيارة وتتضمن التلفزيون وتتضمن السبلت وتتضمن المبردة والحاسوب والطباخ وغيرها. إذا الأسرة يعني كانت يعني تمتلك كل هذه الأجهزة، هذا يعتبر أحد مؤشرات الرفاهية، مو كل الرفاهية، نعم، يعتبر أحد. بس عائلة ميسورة. بالضبط، نعم، عائلة ميسورة. بالمقابل إذا الأسرة ما كانت تمتلك شيء من هذه الأشياء فهي بالتأكيد أسرة فقيرة، فهذا يعتبر قياس. هذه النقطة أولى. النقطة، نعم، الأخرى معرفة هذه التفاصيل، هذه القضايا راح تخليني اعرف كم احتاج من الطاقه الكهربائيه، راح تخليني كم احتاج حتى استورد من هذا. يعني تعداد كل المعلومات عن الفرد العراقي وتفاصيل كل خصائص الحياه. شكرا جزيلا شديد. المتحدث باسم وزاره التخطيط الدكتور عبد الزهر الهنداوي، نسال الله كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. ختام حلقتنا لهذا اليوم سيكون بابرز ما جاء في منصه اكس حول ما جاء في كلمه نائب الامين العام لحزب الله سماحه الشيخ نعيم قاسم، لنتابع.
الحصاد انتهى، ألتقيكم بإذن تعالى. أنا فرح نبيل، يوم غد. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.